أنتي مراية حالك، تعكسي للعالم من خلالك. يا إما بتكون حلوة، يا إما بتكون مرة. يا خبيرة، هيدي الشجرة مش هيك؟ ايه مظبوط، الوادية اللي كنت تعتني فيها قطفوها. ما تزعل، في غيرك كتير، فينا نزرع غيرك الناس. اي نعم، انا غير مبصرة، بس انا بحس جمال الوردة هو اللي اعتنى فيها، مش يلي شافها وقطفها. لما اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك مخرج لهالعمل اللي حنشوفه نحن وعم نحكي معك. هو هالفيلم انعمل لجمعية المنى التخصصي من مجموعة افلام. خبرينا قبل الهدف من هالافلام اللي عم تقدمون الجمعية. هو فيلم توعوي، فيلم قصير، ذوي الاحتياجات الخاصة هن شاركوا فيه، والحالات الموجودة فيه هن حالات عندها قدرات ومهارات وإمكانيات عالية كتير. المجتمع ما لازم يستثنيهم، المجتمع لازم يشوف نقط القوة اللي فيهم، ما لازم ينشوف بس نقطة الضعف. في بعض الأهل بيعتبروا أنه أولادهم بحطهم بموقف محرج أو مخجل. نحن هدفنا نخلي أهلهم يحسوا أنه لا، في عندهم قدرات، فينا نحن نساعدهم، نقدر نعطيهم فرص. خاصة المسرح والتمثيل هو المنبر الوحيد اللي ما بحاجة لأي هوية، بيقدروا يعبروا ويكتشفوا أشياء. أكيد أكيد. شو كانت قصة الفيلم؟ هو الفيلم عن أم عندها طفلة بتعاني من التوحد، وهي الأم مش متقبلة وجودها بالمجتمع، فاعتبرت أنه لازم تضلها مخبيتها، وبتعتبر أنه فيها تقدم لها كل اللي بتتمناه من دون ما تكون موجودة بيناتنا، موجودة على الطريق، موجودة بالمحلات، يعني تعيش حياة طبيعية كانت رافضيتها. بحال آخر الشيء وصلت لنتيجة اللي هي عكست صورة المجتمع على الأم، وتبين أنه هي اللي عم تتصرفه شيء منه مزبوط. بالعكس، نحن لازم يكون عندنا إيمان فيهم، هن أشخاص مهمين بحياتنا. للحظة واحدة إذا منفكر، طب هو إذا بطلوا موجودين بيناتنا؟ أكيد عم نشوف الفيلم أنتوا عم تحكي. أوكي، تفضلي كفي. نتخيل للحظة أنه هن أشخاص مش موجودين بيناتنا، كيف نحن بدنا نعتبر أنه روح الإنسانية اللي فينا؟ هن ما منتظرين مننا لا شفقة ولا أي شيء، لأنه إذا نحن شفقنا عليهم رح يحسوا أنه عم نعطيهم محل صغير لإلهم، بس نحن لازم نطلع فيهم من منظار تاني، نقاط قوة اللي هي نبني قدراتهم وإمكانياتهم من خلال المسرح والتمثيل. لما بيقدموا هالفيلم أو بيشاركوا بهيك أفلام عم بتحضروها، قديش بتلاقي التجاوب معهم وشو حابين يقدموا من خلال هالدور اللي بيقدموه؟ يعني الأدوار مختلفة هون، في دور الأم، في دور البنت، أدوار مختلفة عاطينهم إياهم. شو بتحسيهم بدهم يفرجوا؟ هن بدهم يبرزوا طاقاتهم ويحسسوا للمجتمع انه نحن موجودين، حتى الثقه بنفسهم بتزيد. يعني الشخص لما تشوفيه هو عم بيمثل، عم بتحسيه عن جد عم يعطي من قلبه لانه احساسه صادق. لما تطلبي منه مشهد معين بده يروح على الذاكره الانفعاليه اللي عنده، فبتطلع احساسه، يمكن يطلع احساسه اكثر من الاشخاص الاصحاء. هن اشخاص عندهم طاقه من جواتهم، يمكن تركيزهم بمحلات، حتى الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية ولا بصرية، هو أشخاص ما فينا نستثنيهم. في عنا مسرح الإيمائي، عنا مسرح الدمى اللي عنده إعاقة جسدية، يعتبر أنه هذا الشخص غير فعال مجتمع؟ أكيد لا، نحن في من باب المسرح ومن باب التمثيل فينا نعطيه أمل. هو ناطر هيدا اللحظة بس، هو ما ناطر مننا نشفق عليه، بنرجع بنقولها أبدا، هو ناطر مننا لا، هون قدراتي، هون إمكانياتي، بليز عززوا لي إياها. هذا هو شخص فاعل مثله مثل غيره. رح نشوف جزء اخر من الفيلم. ايه اكيد، بس وين العنوان؟ بنفس البنايه ثاني طابق. ايه اكيد، انا رح بصلها بايدي ولا يهمك، نقيلها احلى بجامة. ممكن صار الوقت للناس هيك، ممكن شيء بقى. واخيرا رح اشوف احلى ملاك. اذا انا ما بدي اتاخر عليها من اذن.
الهدية. شو مبين دايماً بتجوا لهون؟ لازم رايح شوف عميلتي إذا عايزة شي. حنتابع الجزء الأخير بعد ما تخبرينا كيف اختاروا أدوارهم. أكيد. بس خلينا نوقفه لحتى نرجع نختم اللقاء بالفيلم. أوكي. أوكي. الأدوار هي حسب قدرات كل شخص فيه وحسب الشخصية اللي مقلب الفيلم. أنت اخترتي لهم يهون أو كل واحد نقى هو شو بده؟ لا ما فيوني نقوا. لا حسب إمكانياته، حسب مثلا اللي عندها إعاقة جسدية ما في أعمل دور الأم، في أعمل دور الطفل. هيدي الفكرة. بدك تبقي على نفس السؤال. جمعية المنى بشو تعنى؟ جمعية المنى التخصصية عندها حالات خاصة، وهي بتشتغل على تأسيس التعليم، وقد ما فيها بتضوي على نقاط القوة اللي فيها اللي احنا دايما بنحكي عنها، لذلك هي بتشتغل على تعزيز الثقة بنفسهم من أول الطريق. هذا رابع فيلم مكفيين؟ هذا رابع فيلم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهلأ في فيلم جديد كمان رح يبين فيه قدرات، لأنه رح يكون في مسرح بقلبه للفيلم، يعني جامع بين المسرح والتمثيل، رح يبين في عنده امتيازات كتير قوية الصبي اللي عم يمثل، وهي من خلال التمثيل الصامت الإيمائي. شكرا لما بالتوفيق. شكرا لك الأشخاص اللي تابعونا، ومنشوف ختام الفيلم. المجتمع ما رح يتقبلها. لحظة بس، أنت بدك تعطي فرصة للمجتمع إنه يتقبلها. الحكي سهل. يا ريت بنتي محل بنتك، كنت شفتيني أعظم أم. ماما ماما تعي شوفي شو عملت. لا أدري كم من الأيام مضت ونحن على هذه الحال. لا أدري كم من الأيام ستمضي ونحن على هذه الحال، لكننا كنا نحتاج إلى اختبار كهذا يقلب دنيانا رأسا على عقب. عسى أن نفهم قيمة النعم من أصغرها إلى أكبرها. عسى أن نعرف المنعم. عسى أن نرى بأعيننا أن لا قدرة تعلو فوق قدرته، ولا سلطان يعلو فوق مشيئته. عسى أن نفهم ضعفنا وأننا مهما تطورنا فنحن لا نسوى شيئا بدونه.